عن أم المؤمنين زينب ابنة جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة محمر وجهه مما رأى في المنام ورؤيا الأنبياء وحي، يقول عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص التي بها النجاة من كل شر ومن كل فتنة، ويل للعرب من شر قد اقترب. ويل كلمة وعيد، وخص العرب بذلك لأنهم هم حملة الرسالة، وإلى ديارهم ترجع الرسالة، فإن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقد سفيان 90 أو 100، وأنا لا أعرف اصطلاحات العرب في العقود 90 و100، لكن والله أعلم أنها مثل هذا، الله أعلم مثل هذا، يعني ضم رأس الإبهام إلى رأس السبابة، لأن هذه العادة التي يضرب بها المثل في القلة. وقالوا: فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج، يحتمل أنه فتح حسي، وأن هذا الردم بدأ ينهار، والردم قد بناه ذو القرنين، ويحتمل أنه فتح فتحا معنويا لا حسيا، وأنه في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يتسلل الناس من تلك الجهة ليفتن الناس في دينه. ومعلوم أن يأجوج ومأجوج من ناحية المشرق، وأن الفتن إنما تكون من ناحية المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. وفي هذا التحذير، تحذير العرب، محمد، في هذا تحذير العرب من هذا الفتح، وأنه يجب أن يستعدوا لهذا. فسألت زينب: أنا أهلك وهبين الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. وما هو الخبث؟ هل المراد إذا كثر الكفر أو الكفار في البلد، بلد العرب، أو المراد إذا كثر الخبث أي العمل السيء؟ لأن العمل السيء خبث، يحتمل هذا وهذا، ولكن الظاهر أن المراد الأول لقولها: أن أهلك وفينا الصالحون، وأنه إذا اختلط بنا أناس من أهل الشر وأهل الكفر فإن ذلك موجب لهلاكنا، فيكون فيه التحذير من السماح للكفار بالسكنى في جزيرة العرب. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته في مرض موته، أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وقال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. ومن سفهاء الناس اليوم من يجلب العمالة الضخمة الكثيرة من أجل دعاء الدنيا وهم ليسوا على الإسلام، بل يدعي والعياذ بالله أن الكافر خير من المسلم، عكس قوله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم.